تحياتي ليك كابتن محمد فاروق، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، والكابتن عادل عبد الرحمن، وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير. والبداية البداية الأفريقية، ومباراة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي في مواجهة الترجي التونسي في أولى مباريات دور المجموعات للبطولة الأفريقية. يمكن في هذه اللحظات وأنا معاك على الهواء مباشرة هنا من فندق الإقامة، يمكن فريق النادي الأهلي في هذه اللحظات بيستعد للمغادرة من فندق الإقامة للوصول إلى استاد برج العرب استعدادا لهذه المواجهة الهامة، لا تنطلق بإذن الله في الساعة 9 مساء. لكن هذا اليوم كان مليئا بالأخبار الكثيرة والحضور هنا داخل فندق الإقامة. كما نعلم بالأمس يمكن الكابتن محمود الخطيب حضر إلى برج العرب بالاسكندرية عصر امس وتابع التدريب بالكامل، وتواجد اليوم مع الفريق صباحا لاداء صلاة الجمعة، ثم توالى اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي في الحضور الواحد تلو الاخر منذ الصباح الباكر. وحتى هذه اللحظات وانا بتحدث معاك كابتن محمد فاروق، كل اعضاء مجلس الادارة متواجدون هنا في برج العرب بالاسكندرية لحضور مباراة الاهلي والترجي التونسي، والذي من المقرر حضور ما يقرب من 10,000 متفرج. حتى هذه اللحظات بيعت ما يقرب من حوالي 80%، نسبة 80% من عدد التذاكر التي تم طرحها أونلاين لكل جماهير النادي الأهلي في هذه المباراة، مباراة الأهلي والترجي التونسي. بخلاف ذلك يمكن رصدنا بشكل كبير جدا حضور السفير التونسي، السفير التونسي رغم اجتماعاته المستمرة خلال 48 ساعة، السيد نجيب المنياف حضر بالأمس، وأول أمس كان اجتماعات وزارية كبيرة جدا، لكن سفير الجمهورية التونسية في جمهورية مصر العربية حرص على التواجد اليوم في برج العرب، وكان متواجد اليوم داخل فندق إقامة فريق النادي الاهلي، ومن المقرر حضور السفير التونسي في المقصوره الرئيسيه وفي الفي اي بي لمباراه الاهلي والترجي. هذه المباراه اللي هناك يعني اهتمام كبير جدا من الجاليه التونسيه وفريق الترجي وفريق النادي الاهلي لما تتمتع هذه المباراه من اهميه كبيره في القاره الافريقيه. فريق النادي الاهلي في حاله تركيز شديد جدا، المحاضرات كانت كثيره خلال ال 48 ساعه الماضيه، الكابتن حسام بدر عقد الكثير والكثير من المحاضرات الفنيه لشرح العديد من الجوانب الفنيه، وايضا شحن همم اللاعبين والحديث معهم على ان المباريات او الفترات السابقه اذا كانت هناك نتائج سلبيه فقد تكون دافع قوي لتعويض ما فات وتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الترجي التونسي، خاصه ان اخر مباراه للاهلي امام الترجي تحديدا في مصر وفي برج العرب ونفس هذا الملعب العام الماضي انتهت بالتعادل ايجابي 2-2، وبالتالي مباراه كبيره جدا ويسعى الاهلي للفوز واحراز الثلاث نقاط. التشكيله الاساسيه وجاهزيه اللاعبين، يمكن تابعنا بالامس التدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي، يمكن حتى هذه اللحظات انا بتكلم معاك امكانيه مشاركه علي معلول او صبر رحيل متساويه بشكل كبير، يمكن تحدثت مع عدد من اللاعبين، كان الجهاز الفني لغايه النهارده بعد الغداء مباشره ما كانش لسه اتكلم مع المباراة، لكن تقدر تقول المشاركة متساوية بين عدد من اللاعبين، أحمد فتحي في الجهة اليمنى، سعد سمير وأيمن أشرف في جهة خط الدفاع، محمد الشناوي أساسي في حراسة المرمى. بالأمس التشكيلة الأساسية بدأت كان هناك علي معلول، ثم تم التبادل بينه وبين صبر الرحيل في وسط الملعب، هناك بالتأكيد حسام عاشور وعمر السلية أمامهم، قد يكون إحدى المفاجآت أحمد حمدي، وأيضا يتواجد صلاح محسن بشكل أساسي، وليد سليمان، إمكانية تواجد ميدو جابر في الهجوم بشكل أساسي، مروان محسن، الاعتماد بشكل كبير على باقه في تدريبات امس واول امس، الجاهزيه الاساسيه او الجاهزيه خلال الشوط الثاني حسب الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. اذا الجهاز الفني يعمل في هذه الاطر الفنيه وفي هذا العدد من اللاعبين لمباراه الترجي التونسي، في ظل ان القائمه التي اتت هنا الى برج العرب قبل المباراه ب 48 ساعه كان بالضبط 23 لاعب بعد قيد باقه في القائمه الافريقيه نتيجه اصابه جونيور اجاي ووليد ازارو، واللذان لن يكون جاهزان لمباراه كامبالا سيتي للاسف بعد 10 ايام، ولذلك الجهاز الفني منح اللاعبين اجازه حتى نهايه الموسم واستمرار علاجهم وتاهيلهم مع كلا المنتخبين، بالنسبه لازارو مع المنتخب المغربي وبالنسبه لاجايي مع المنتخب النيجيري. وما تردد خلال الفترات الاخيره بخصوص وليد ازارو والاخبار التي تناثرت حول ازارو كابتن فاروق، يمكن انا تحدثت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي، حسنا فعل اداره او حسنا ما فعل جهاز كره القدم في النادي الاهلي عندما تم التنسيق مع المنتخب المغربي بسفر ازارو الى اغادير والعلاج تحت اشراف الطبيب المغربي، لان بعد نهايه الموسم خلال هذا الشهر سيكون هناك بالتاكيد معسكر للمنتخب المغربي، وبالتالي ستكون هناك افضليه لان يكون ازارو تحت اشراف المنتخب المغربي، ونفس الشيء بالنسبه لاجايي مع المنتخب النيجيري. بشكل عام الصوره مطمئنه، نتمنى باذن الله ما لمسناه داخل المعسكر الملك ينعكس بشكل ايجابي على مباراه اليوم ويحرز الاهلي ثلاث نقاط، لانها ستفيده بشكل كبير جدا وتعويض ما فات خلال الفتره الاخيره، وحضور الجماهير بالتاكيد النهارده سيكون عامل ايجابي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. اليك الكلمه كابتن محمد.
فاروق مع متابعه حصريه مع فريق النادي الاهلي منذ المغادره هنا من فندق الاقامه حتى الوصول لاستاد برج العرب، حيث من المقرر ان يتواجد الاهلي قبل الساعه 7:30 في استاد برج العرب لمواجهه الترجي التونسي حسب تعليمات الاتحاد الافريقي كاف بالتنسيق مع الاجراءات الامنيه والاجتماعات الفنيه التي تمت حتى ليله امس. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق. بشكرك يا محمد، واحنا بنتكلم